عناوين الأخبار. 110 دينار كمعلوم كراء على ذمة البيع. إسناد صفقات متعلقة ببناء 4650 مسكن اجتماعي بعشرة ولايات. شغالو مساكن سبرولز يطالبون بمراجعة المقاييس. التفويت بالدينار الرمزي في قطعتي أرض دولية وخصصة أراضي اشتراكية في ثلاث ولايات. ارتفاع أسعار الأراضي يسبب عزوفاً لدى سبرولز وسنيت. حوالي 100 ممثل عن وكالة أسفار بلغارية في زيارة عمل لتونس. معرض الخليج للعقار 2016 بالبحرين. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة الأخبار العقارية. تفاصيل الأخبار. 110 دينار كمعلوم كراء على ذمة البيع. أكدت مديرة الشؤون العقارية والقانونية بوزارة التجهيز مونيا البصير أن تسديد ثمن السكن الاجتماعي يكون وفق آلية الكراء المملك على أقساط حسب ما أوردته جريدة تونسية. كما كشفت أن الكلفة الجملية للمسكن الفردي والجماعي ستكون حسب معايير معينة على غرار كلفة الأرض وحسب المنطقة التي ينجز فيها المشروع وغيرها. أما عموماً فإن الكلفة الجملية للمسكن الفردي تكون بين 45 و 55 ألف دينار، أما بالنسبة للشقق فهي تتراوح بين 60 و 75 ألف دينار. وبخصوص معلوم الكراء بذمة البيع فيتراوح بالنسبة للسكن الفردي بين 50 و 100 دينار شهرياً حسب صنف المساكن الفردية، وبالنسبة للشقق فإن معلوم الكراء بذمة البيع يتراوح شهرياً بين 65 و 110 دينار شهرياً. هذا وأضافت البصير أن قانون 9 جوان 2015 قد منح الأولوية في تقديم السكن الاجتماعي لعائلات شهداء الاعتداءات الإرهابية من الجيش والأمن الوطني. إسناد صفقات متعلقة ببناء 4650 مسكن اجتماعي بعشرة ولايات. نشرت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نتائج طلب العروض للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، حيث أكدت أنه تبعاً لرأي اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية تم إسناد الصفقات المتعلقة ببناء 4650 مسكن اجتماعي إلى حوالي 21 شركة بعث عقارية. ومن المنتظر أن تشمل عملية بعث المساكن الاجتماعية 10 ولايات، وهي منوبة، بن عروس، أريانا، زغوان، سوسة القيروان، نابل، سليانة، الكاف وجندوبة. شغالو مساكن سبرولز يطالبون بمراجعة المقاييس. فوجئ الشاغلون لمساكن سبرولز بالمنار والمرسى وحي الرومانة والمنزه الثامن بما نقلته الصحف اليومية من خبر يتعلق بالتفويت لهم في هذه المساكن من خلال أشغال مجلس وزاري مضيق في 17 من نوفمبر 2015، وذلك بأثمان خيالية لا صلة لها بالواقع الاجتماعي للشريحة المنتفعة، حيث حددت وزارة أملاك الدولة سعر المتر المربع حسب الصحف اليومية بين 700 دينار و 1200 دينار. هذا الخبر صادم وغير منتظر لخلو مقاييس التفويت، ومن أهمها تسعير المساكن من أي مساحة اجتماعية أو حتى إنسانية، إذ بالرجوع إلى ملف التفويت ومراحله تبين بوضوح أن الأحياء المذكورة تعرضت سنة 1989 إلى مظلمة كبرى تمثلت في استثنائها من قرار التفويت الذي شمل أنذاك قرابة 10,000 مسكن فوت فيها الرئيس السابق بمقاييس اجتماعية مرنة كانت محل ارتياح المنتفعين بعد تعديلها بطلب منهم، والتي تتلخص في التالي: اعتماد سعر المسكن في تاريخ بنائه، إدماج الديون المتخلدة والمتعلقة بمعاليم الأكرية ضمن السعر الجملي للمسكن كحل لتسوية معضلة الديون، اعتبار ما وقع خلاصه من معاينات الكراء تسبيقة لثمن المسكن وخصمه من الثمن الجملي، دفع بقية الثمن إن وجدت أقساطا شهرية وبنفس مبلغ الكراء الشهري الحالي. التفويت بالدينار الرمزي في قطعتي أرض دولية وخصصة أراضي اشتراكية في ثلاث ولايات. تمت المصادقة على التفويت بالدينار الرمزي في قطعتي أرض دولية، الأولى بمعتمدية المتلاوي من ولاية قفصة، والثانية بمعتمدية المحمدية من ولاية بن عروس، وذلك في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالفيسبوك. كما صدرت أوامر تنص على إسناد أرض اشتراكية على وجه الملكية الخاصة في كل من معتمدية بالخير من ولاية قفصة
معتمدية الذهيبة من ولاية تطاوين ومعتمدية دوز الشمالية من ولاية قبلي. ارتفاع أسعار الأراضي يسبب عزوفا لدى سبرولز وسنيت. عزوف من الباعثين العقاريين الخواص والعموميين مثل سبرولز أو سنيت على بناء المساكن الاجتماعية في السنوات الأخيرة بسبب ندرة الأراضي وغلائها وارتفاع كلفة مواد البناء. هذا ما أكده السيد فهمي شعبان رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين على هامش تظاهرة انتظمت مؤخرا حول توضيح الإجراءات الجبائية للباعثين العقاريين. وأضاف في نفس الصدد بأن تدهور الدينار أمام العملة الصعبة كالدولار واليورو عند توريد مواد البناء نصف المصنعة والمصنعة علاوة على ندرة اليد العاملة وارتفاع أجرها هي عوامل ساهمت في ارتفاع أسعار المساكن، بالإضافة إلى طول إجراءات الحصول على الوثائق والرخص من الإدارات والبلديات والتي تصل إلى 8 أشهر وسنة كاملة أحياناً. كل هذا انعكس على أسعار السكن بصفة عامة في السنوات الأخيرة، وقد أضر بالباعث العقاري وبموارد الدولة وبالمواطن. حوالي 100 ممثل عن وكالة أسفار بلغارية في زيارة عمل لتونس. حل يوم الاثنين غرة فيفريال الجاري وفد بلغاري متكون من 100 ممثل عن وكالة أسفار بلغارية بتونس، وذلك في إطار زيارة عمل. وقد قام الوفد بزيارة عدد من المناطق السياحية بالحمامات من ولاية نابل، حيث تم الاتفاق على تسيير رحلات سياحية منتظمة بين البلدين. هذه الزيارة تأتي في إطار سعي الوزارة إلى البحث عن أسواق أخرى أقل تأثرا بظاهرة الإرهاب. معرض الخليج للعقار 2016 بالبحرين. أكدت شركة منارة للتطوير دعمها الاستراتيجي لمعرض الخليج للعقار 2016، ويعد هذا المعرض منصة متخصصة لعرض العقارات ومشاريع التطوير العقارية، إذ سيقام في الفترة ما بين 26 و 28 من أفريل لعام 2016 بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. ويتضمن الحدث عرضا للمشاريع العقارية السكنية والتجارية بالبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة وأوروبا، إضافة إلى الجمهور المستهدف من المستثمرين. وتشمل المحفظة الحالية لشركة منارة للتطوير مجموعة من المشاريع السكنية لذوي الدخل المحدود والمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى المشاريع التجارية والصناعية الخفيفة واللوجستية. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.